جميل 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 جميل. طيب هقول لكم على حاجة. أول حاجة يا عقرب، الحالة المادية عندنا بتتطور ببطء، يعني بموت فيكم كلكم والله. بتتطور ببطء يعني ايه؟ يعني شويه شويه في المصروف، نبتدي نصرف في الحاجات اللي ليها لازمه، بلاك فرايداي والحاجات اللي جابت اجلنا دي، بالراحه نصرف الحاجات اللي احنا محتاجينها فقط فقط. الحاله الماديه بتتطور ببطء الشهر ده يا جماعه، نركز. انا شايفه قدامي عمل جديد للعقرب، الناس اللي ما بتشتغلش او مستنيه شغل باذن الله في شغل جديد جاي، الناس اللي بتشتغل اوريدي. حاضر يا حسام، هرد على سؤالك. حاضر. الناس اللي بتشتغل اوريدي ممكن يكون عندها تغيير في الشغل، يعني هيروحوا شغل جديد، هياخدوا تريننج معين، في عندهم حركة بتحصل في الشغل، او هياخدوا حتى دورة تدريبية، في حاجة عندهم حركة بتحصل في مجال العمل. كويس قوي قوي. في عندي كمان ورق حكومي، جاستس. لو هو مش ورق حكومي زي مثلا ورق جامعة، ورق مدرسة، ورق قرض، ورق قضية، اي حاجة تخص الحكومة، فهو ممكن يكون العقرب اساء الحكم على شخص معين. اساء الحكم، انا تظهر لي بعدي على طول حكم نهائي، اوكي، واطلق حكم نهائي. يا رب ما يكون العقرب اطلق حكم نهائي في ظلم او في خطأ. راجع نفسك يا عقرب، المرحلة اللي انت عمال تحكم فيها وتطلق فيها احكام دي، انك انت تطلق احكام صحيحة. صفي ذهنك وقيم الامور وحط نفسك مكان الشخص التاني قبل ما تطلق اي احكام نهائية. ده كمان ممكن يكون معناه معافاة. العقرب اللي كانوا عندهم اي بعد الشر ربنا يعافي الكل، اي امراض جسدية او نفسية او اي حاجة من الحاجات دي، ان شاء الله بيصحوا وبيصحوا وبيفوقوا، والدنيا عندهم ان شاء الله يعني بتتحرك كده الحمد لله، في معافاة من المرض. في عندي كمان the world، في اكتمال دائرة. اللي شغالين على حالة دلوقتي يا جماعة، اللي شغالين على projects، اللي داخلين مشاريع، اللي بيعملوا اي حاجة، عندهم اكتمال دائرة، نجاح في كل حاجة ان شاء الله ناجحين. وبصوا بقى النتيجة بتاعتها مغامرة، حاسس ان هو في مغامرة وثقته في نفسه عالية جدا ومتفائل، والدنيا عنده كويسة جدا، وزي ما انتوا شايفين كارت اصفر والشمس طالعة تجنن تجنن. بس عقرب خلي بالك انت متهور شوية، عندك شوية اندفاع، خلي بالك، لان زي ما انتوا شايفين هنا الارض خلصت وهو مكمل، فخلي بالك من خطوتك. شايفة قدامي عمل حاجة انت بذلت فيها مجهود كتير 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 وما كنتش بتلاقي مردود او تلاقي مكافأة او تلاقي حاجة مردود، يعني المردود ان شاء الله هيبان دلوقتي، هيبان معاك دلوقتي يا عقرب. حاجة اشتغلت عليها كتير، او زي ما احنا اتعودنا من الكارت ده، عملت خير في حد، ساعدت حد، وقفت جنب حد، بيترد لك دلوقتي. شايفة قدامي صبر وانتظار، مستني شيء. الحالة العاطفية عندك مش باينة خالص في القراية الجنرال، ولا كوباية. هل ده معناه ان حالتك العاطفية مستقرة للدرجات دي يا عقرب؟ انا مش عارفة، بس انا شايفة صبر وانتظار، هنشوف دلوقتي. في عندي هنا Four of Pentacles، ده زي ما انتوا شايفين رابط على حاجة، ماسك على حاجة، شايفين كوين فوق راسه، واحد بين ايديه واتنين ماسك عليهم تحت رجليه. ده معناه ايه؟ ده معناه انك يا اما ماسك على فلوس، مش عايز تصرف فلوس او تدي فلوس، ولو حالة المادية دلوقتي مش مزبطة فانت عليك كل الحق ان انت تعمل كده، او ماسك على مشاعر، ماسك على اهتمام، في حاجة انت مقرط عليها شوية. اللي بيقول لي دفول، ايوة الكارت ده فعلا اسمه دفول، وبيوحي بالطيبة وبيوحي بالتلقائية والعفوية. كارت جميل جدا على فكرة، مش معناه دفول يعني اهبل، لا خالص، بمعنى طيبة ومعنى عفوية، وهو فعلا العقرب كده.
في عندي هنا حالة دفاع عن النفس يا عقرب، في حالة دفاع عن النفس شديدة أو حالة منافسة شديدة جدا. شكل النهاية أو الريزلت من الموضوع ده حاجة حلوة، يعني لو هي حالة منافسة فأنت إن شاء الله هتكسب المنافسة دي، لو هي حالة دفاع عن النفس فأنت هتدافع عن نفسك مظبوط وهتثبت حقك. واضح جدا إن في بعدها عملية حالة من الفخر هنا. I did it. إن شاء الله you're gonna do it. والكارت ده كمان بيوصفك يا عقرب، انت شخص حساس وعندك عزة نفس وما بتحبش ابدا حد يزعلك او يدوس لك على طرف، انت فعلا حساس جدا جدا. وكمان زي ما قلنا ده بيوحي ان الحالة المادية بتتطور ببطء يا عقرب، خلي بالك من مصروفك. هلخص القراية بسرعة. هنا في عمل جديد للناس اللي ما بتشتغلش، ان شاء الله في عمل جديد. الناس اللي بتشتغل في تغيير في حالة العمل، يعني بتغير ديبارتمنت، رايح من مكان لمكان تاني او بتاخد دورة تدريبية في حاجة معينة. عندنا كمان هنا الجاستس، اما انه انت ظلمت حد او اطلقت حكم مش صحيح او تقييم حتى مش صحيح على حد، او انت بتعمل ورق حكومي. عندنا هنا كمان معافاة من مرض، حاجة كانت تعباك، ممكن تكون نفسيا او جسديا، وان شاء الله بتفوق وبتصح، او بتطلق حكم نهائي. اللي محسس ان هو حكم نهائي ان في قبلها عملية اصدار احكام فعلا، فخلي بالك يا عقرب، اتأكد بس ان انت مش بتظلم حد، علشان انتوا عارفين بترجع تاني، يعني بتظلم بتتظلم. اوكي تعالى تعالى تعالى، انا بصوا بقى النهاردة انا مش قادرة اخد ودي كتير، اي حد هيضايقني هعمل له بلوك، اي حد. فبليز اللي مش عاجبه اللايف يخرج بليز. في هنا حالة نجاح واكتمال دائرة للي بيشتغلوا دلوقتي، شغالين على حاجة او داخلين مشروع، عندهم ان شاء الله نجاح، وزي ما تقولوا حاسين بفخر واللي حواليهم مفتخرين بيهم وباللي بيعملوه. مردود عمل طال ان شاء الله بيجي دلوقتي، بتجني ثمار حاجات انت اشتغلت عليها قبل كده. شايفة صبر وانتظار لشيء معين، هنعرف شكل الصبر ده ليه علاقة بالحالة العاطفية، هيبان دلوقتي حالا. في هنا ماسك على مشاعر، ماسك على فلوس، ماسك على اهتمام، مقرط على حاجة. لو هي فلوس انا معاك اعمل ده، لو هو اهتمام بليز لا ادي اهتمام اكتر من كده. لا يا سلمى ده انت حبيبة قلب، ده واحد تاني. هنا في حالة دفاع عن النفس او حالة منافسة شديدة عندك يا عقرب، ما يعني لا تفقد اتزانك. ان شاء الله هتطلع من الموضوع ده كسبان وهتثبت حقك، هتثبت حقك. اللي بيقول لي واللي اتظلم رنين، هتثبتي حقك. في حالة دفاع عن النفس هنا انا شايفاها، لا انا ما عملتش ده مش صح، هتثبت حق، هتثبتي حقك وهتطلعي ان شاء الله من الموضوع اما يعني متصافيين ومتراضين، او انت على الاقل كسبانه. ده داخله مغامره وحاسه طاقته ايجابيه جدا، وشخص عفوي زي ما قلنا وبيتكلم عن اللي جواه من غير ما يفكر. هنا في حاله ماديه بتتطور ببطء وعزه نفس كده، ويعني تطلع للمستقبل. انا شايفاه في كمان تطلع للمستقبل كويس قوي، انا حاسه ان الحاجات دي هيبقى ليها تاثير كويس عليك. النجاح والخير اللي انت بتحصده دلوقتي ده هو هيخلي حالتك النفسيه كده متطلع لبكره ان شاء الله. بكره في حاجات حلوه جدا يا عقرب، الشهر ده شكله حلو قوي عليك. بشكرك يا ياسمين قوي قوي قوي. طيب انا مش فاهمه سؤالك يا حسناء، بليز عيدي تاني. كلام صحيح، انا برج العقرب، ده الوضع الحالي عندي في حاجات كتير. طب كويس قوي قوي، حلو جدا. ستوري بي حبيبه قلبي ازيك، تسلمي لي يا روحي. باذن الله يا احمد اخبار كويسه جدا، ان عندكم نجاح وعندكم شغل وعندكم حاجات حلوه قوي. هنشوف الحاله العاطفيه دلوقتي اخبارها ايه، بس قبل لما نقول الحاله العاطفيه، انا في سؤال كانت في واحده سالته لي في رساله وبعتتها لي ولاء، عشان برضو اوضح ان اللي بيطلب حاجه ان توصل لي ولاء بتوصلها لي. بتسال الكروت دي بتتجاب منين؟ الكروت دي مش موجوده في مصر خالص، انا دورت عليها في كل حته ما لقيتهاش. قدامك حل من اتنين، اما تطلبيها عن طريق اونلاين، اي حاجه من الويب سايتس بتاعت بره، وللاسف هتدفع عليها جمارك كتير جدا جدا. يعني هي مثلا ممكن تكلفك مثلا $24، هتجيبيها يا اما دبل او تريبل. يعني انا جيت كنت عايزه اجيب واحده
كانت هتقف معايا ب 2000 ونص، 2000 ونص جنيه، مش غاليه جدا وهي سعرها مش كده. واللي ليه اللي عنده اي معلومه تانية ان الكروت دي شافها في مصر بليز يدلني يعني ارجوكم. دي حاجه. تاني حاجه بتشوفي ازاي من الكروت دي، الكروت دي لازم تتذاكر يا جماعه، بتتذاكر كل كارت اللي معنا بيتحفظ، لازم في الاول بتحفظه، انما بعد كده القارئ كل لما بيتعامل مع الكروت اكتر الطاقات بتوضح ليه. يعني انتوا شوفوا فيديوهاتي مثلا اول لما ابتديت اقرا خالص حاجه ودلوقتي حاجه تانية خالص، كل ما القارئ تمكن اكتر كل ما بيبتدي يقرا رسائل من الكروت حتى بره الكتاب، بره الحاجات اللي مذكوره في الكتاب. اي حد ممكن يقرا، اي حد ممكن يقرا، بس لازم يكون عنده روحانيات شويه، لازم يكون عنده استقبال الطاقه دي، بيعرف يستقبل طاقه، بيقدر يحس بحاجات، يستشف حاجات، بتبقى عايزه روحانيه شويه، مش اي حد اي حد، بس طبعا اي حد، انا مش بعمل حاجه فظيعه، فبس الفكره انه لازم يبقى عندكم تتمرنوا تمارين معينه للتامل والحاجات دي كلها. احنا عايزين نختار النهارده ولد يا جماعه في القراءات الخاصه، الولاد شدوا حيلكم في الشير لان قرينا بنات كتير قوي الفتره اللي فاتت، فلو راشد موجود معانا يا ريت نختار شاب النهارده، علشان بيجي لنا اتهامات ان احنا بنقرا البنات بس، فبليز لو راشد معانا يا لولا قولي له يختار لنا ولد النهارده، بس طبعا يكون عامل شير مظبوط. كنا بنقول ايه؟ حته التامل دي يا جماعه بس بتغذي عندنا حاجات، بتخلي في شفافيه شويه ان احنا بنقدر نحس بحاجات، بتفتح العين الثالثه، الشاكرا بتاعت العين الثالثه دي بتخليك تحاول تبتدي تتنبأ شويه بحاجات وتوصل لك صوره اوضح شويه. بس كده يا رب اكون جاوبت على الاسئله كلها، لو في اي سؤال انا معاكم دلوقتي. بقول لك انا دلو كان كله صح صح صح، وانا وحبيبي سيبنا بعض، انا دلو هو الحمل وبعد ما خالص ما اعرفش السبب، عاوزه اقرا خاصه ممكن يعني. حبيبه قلبي يا حسنه من عينيا طبعا ابعتيه يا حبيبتي للصفحه، وان شاء الله ان شاء الله في اقرب وقت، في اقرب وقت نعمل قرايه حبيبتي. انا مش فاكره قراءه الدلو. انا عايزه اقول لكم على حاجه برضو يا جماعه، الناس اللي بقرا لهم ويرجعوا يقولوا لي انا سمعت اللايف بتاعك وقلتي كذا 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 واللي قلتيه حصل، انا فعلا ما بفتكرش قله قلب القرايه، زي ما تقولوا ببقى في حاله، يعني مجرد ما ببتدي القراءات بدخل في حاله كده، فمجرد لما بخرج من القراءه بنسى كل حاجه انا اقول يعني ببقى شايفاها، ده غير طبعا انا عندي زهايمر ده قصه تانية خالص، بس انا فعلا بنسى قله قلب في القراءه. انا مش فاكره قرايه الدلو كان فيها ايه، لكن ما اعتقدش ان ده فراق يعني على طول، يعني افتكر ان شاء الله في رجوع باذن الله. طيب نشوف بقى الحاله العاطفيه اخبارها ايه اللي ما بنلهاش حاجه خالص في قرايتك يا عقرب. طيب تمام اوكي، شكرا يا رشد، حلو قوي. انت بتسخني قلبي كده يا ايه، ربنا يخليكي يا رب، ده انت اللي قلبك جميل وطيب. بس بشكرك يا ايهاب، بشكرك يا روبي قوي 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 حبايبي، ربنا يخليكوا ليا يا رب. كلمك تمني جدا، ربنا يطمنك زي ما طمنتيني يا احمد، ان شاء الله ربنا يطمنك ويفرح قلبك يا رب، ان شاء الله ان شاء الله. بصوا يعني ما ضاقت الا لما فرجت، كل لما دي اتاكدوا ان في فرج جاي. Reading is for November or December. Kayan, this is this. خلاص, this is for December because this is the last day of November. It's 30 days from the date of the reading. دي حصل بعدها فعلا نعم بعد نهائي. طيب صرصورة، انا مش فاكرة القراية يا روحي، والله ما فاكراها، بس يعني بليز ما تزعليش، ما تزعليش نفسك، اتأكدي ان ده خير، اكيد خير، ربنا مش هيعمل في حد حاجه مش كويسه، ما تخافيش يعني اكيد في خير. يا فين راحت فين خديجه، انت الاحلى خديجه، coming from احلى موراكو بجد، I love موراكو. الحاله الماديه عمر، احنا شفنا المرحله الاولى الماديه، الحاله الماديه تتطور ببطء، خلي بالك من صرفك، اصرف في المهم فقط، بتتطور ببطء جدا. في مشاكل جامده جدا من جوزي، انا عارف هو ميزان. طب تعالوا نشوف الحاله العاطفيه بتاعته عامله ازاي. اهو احنا بنبتدي دلوقتي حالا العقرب، حاله العاطفيه.
طيب بصوا، الحالة العاطفية للعقرب ما تصرش، يعني حقيقي ما تصرش، حاجة غريبة جدا يعني. طيب العقرب نفسه يحس برضا، يعني هو مش حاسس انه راضي، او نفسه يحس انه هو مرتاح، حتى هو مش مرتاح، he's not in peace، يعني اللي هو يا اما شاكك في شريكه، يا اما حاسس ان هو ما بقاش يحبه، في عنده قلق، مش عارف يقعد، يعني فاهمين قصدي، مش عارف يقعد، وفي نفس الوقت مش قادر ياخد خطوة، مش عايز ياخد اي خطوات، يعني مش عايز يتكلم، مش عايز يتدخل، عايز يشوف الموضوع هو هيمشي لوحده ازاي. في حالة عايز او عايز يوقف العلاقة، عايز خلاص العلاقة تقف هنا، يعني مش عارفة، مش عايز يكمل، ايه الحكاية عنده، مش عارفة. شايف شريكه ازاي؟ شايف شريكه منغمس في ذاته، يعني مركز جوه نفسه ومش حاسس باللي بيدور حواليه، او مش مركز مع اللي بيدور حواليه. الطاقة لا حول ولا قوة إلا بالله، الطاقة فيها سيوف كتير جدا، فيها خوف، مخاوف شديدة جدا، انعدام أمان، مش شايفين حتى يعني الخطوة الجاية نعمل فيها إيه. لا، حاجة مرعبة، لا حقيقي، يعني أنا خفت. الشريك عايز إيه؟ أنا شايفة إن الشريك يعني مش في نفس الصفحة بتاعتك يا عقرب. بصوا، الشريك شايف ان العلاقة كويسة، بس عايزة شوية شغل، يعني ان هو ايه، شوية تظبيطات. نفسه في ايه كمان؟ نفسه في ايجابية، يعني انا شايفة ان انت عمال تجذب ليك طاقات سلبية ومخاوف وفيلم رعب شغال، هو عايز شوية زرقان بقى، يعني شوية طاقة ايجابية في العلاقة، وشوية اهتمام، ركز في الموضوع الأساسي، يعني عايزك تركز في الموضوع الأساسي، زي ما تقوله انت يا عقرب مركز في حاجات بره المشكلة، فاهمين قصدي، وحاطط فيها كل تركيزك وكل اهتمامك. لا، هنظبط بقى الدنيا دي دلوقتي. شريكك شايفك ازاي؟ شايفك شخص يعتمد عليه، شخص قوي، شخص عنده حكمة، بيعرف يفكر كويس، وبيعرف ياخد قرارات كويسة، وبناه قوي وصلب، بمعنى ان علاقتك بيه كمان من ضمن الحاجات دي علاقة قوية وصلبة. فايه اللي بيحصل؟ بيحصل دلوقتي حالة موت لشيء، ولادة شيء جديد، في حاجة عندك بتموت يا عقرب، في حاجة عندك بتموت، يا رب الحقك، لو انا شايفة صح 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 كويس قوي، يا رب انا اكون بلحقك قبل ما الحاجة دي تموت، اما او يا رب يكون ده اللي هيموت دلوقتي، الحالة المأساوية اللي انت فيها دي اللي عايزاها تموت خالص، يا رب بقى نموت بقى الحالة السلبية دي. شريكك مش شايفك بالسوق ده، او العلاقة هي مش بالسوق ده، ويحل محلها ان شاء الله، حاجة كويسة جدا. في قرار الفترة اللي جاية هتبتدوا تبقوا واقعين في قرار، نعمل ده ولا نعمل ده، نفضل نكمل ولا ما نكملش. شايفة بعدها الدنيا هتدور، العجلة هتدور، وهتبتدي تشوف تغييرات، يعني تغير جامد. بس انا عايزة اقولك يا عقرب، وانا مش هضحك عليك وهقول الموضوع بصراحة، لو ما غيرتش من نفسك وانقذت العلاقه دي، الدنيا داخله في حته وحشه قوي، معلش يعني انا هكون صريحه، ومعلش خافوا بقى، بس المهم تاخدوا حذركم، في خساره. يعني ايه حاجه زي ايه؟ لا، في حاجه، في خساره، في حاجات وحشه ممكن تحصل. انا القرايه دي، الكروت دي، انا بالنسبه لي مش كافيه، انا عايزه اشد كارت ونشوف ايه اللي يتعمل، او عشان انتوا تطمنوا الشريك بيحبك ولا لا.
عشان انا عارفة هو ده اللي محيرك دلوقتي يا عقرب ومخلي حالك بالمنظر ده. انت نفسك تعرف شريكك بيحبك ولا لا؟ شريكك بيحبك يا عقرب، بيحبك، بس هو ممكن يكون عنده شيلة تقيلة، بس عنده مشاكل كتير، بس بيحبك جدا، بيحبك جدا، يتمنى لك الرضا ترضى يعني. طيب خلاص الحمد لله، نبتدي بقى ايه، نركز في طلاق. لو النبي بلاش طلاق ولا اي حاجة من الحاجات دي، الطاقة فعلا وحشة جدا، اللي بيحصل مش ظريف، بس لو ما وقفتوش المهزلة دي الموضوع هيقلب نكد، هيقلب نكد بجد اهو نكد. نهدى كده الكابلز بتوع العقرب، العقرب وشريكه، نهدى. ايه اللي يحصل، ايه اللي يتم، المفروض تعملوا ايه؟ تصبروا اول حاجة، شوية صبر اهو، انتظار اللي كان طالع لكم في القراية الجنرال، وبعد كده شوية تفاؤل بقى، شوية تفاؤل. خلاص لح راح اصلا، حصل طلاق فعلا الحمد لله، بس يا خسارة ممكن انا اقرب معاه فعلا، صح كلام صح جدا، بس خلاص سيبنا بعض، في فسخ خطوب فعلا. طب بصوا يا جماعة، الفسخ لسه ممكن يحصل رجوع، اللي زعلانين وسابت البيت او ساب البيت لسه في رجوع، حاولوا بس تغيروا، اكسروا الدايره، يعني حاولوا تكسروا الدايره بتاعه التشاؤم دي بليز. الموضوع انا شايفه انه في امل، والدنيا يعني شريكك بيحبك يا عقرب. طب السؤال، طب هل انت بتحبه ولا انت بطلت تحبه يعني؟ طب انا عايز اعرف ايه المشكله، شريكك بيحبك انت مالك بقى؟ صح، مره انا شايفة انك انت كمان بتحبه يعني، بس على فكرة مش قد ما هو بيحبك، يعني شريكك بيحبك اكتر. فيعني عقرب، استهدوا بالله، استهدوا بالله، اللي حصل عندهم فراق بليز راجعوا نفسكوا تاني، وده اللي لسه في خط رجع يعني حاولوا تصلحوا، الدنيا ان شاء الله هتمشي. شريكك عنده مشاكل، لو هو الموضوع قلة اهتمام، لو هو بيعاملك وحش، اي حاجة من الحاجات دي، وعايزة تطلق، بلاش والنبي الحاجات دي، بلاش والنبي الافكار دي، خدوا وقتكم شوية في التفكير في المواضيع دي. شريكك بيحبك وعايزك يا عقرب، انت بس اللي حساس زيادة عن اللزوم. انا قلت لكم في اول اللايف كله، العقرب زي الحوت والسرطان، التلات ابراج دول ابراج مائية، يعني حساسين جدا جدا، يعني الهواء بيأثر فيهم، بيلقطوا طاقات بسرعة جدا، عشان كده تلاقيهم متقلبين المزاج بسرعة يعني.